بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. الحلقة 83 بعد 100. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحييكم في مطلع حلقة جديدة من حلقات برنامجكم نور على الدرب. أرحب في مقدمة هذه الحلقة بضيفنا الكريم فضيلة الدكتور صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد في المملكة العربية السعودية. فحيا الله الدكتور مع السادة المستمعين في برنامجنا هذا. حياكم الله وبارك فيك دكتور صالح. الواقع في هذه الحلقة إن شاء الله لعلنا نتمكن من طرح بعض الأسئلة التي تبقت لبعض المستمعين في حلقات مضت، ومن بين هؤلاء الأخ الكريم أحمد شاع الدين علي. من بين رسائله أو أسئلة التي بعث بها، وكانت في مجملها رسائل أو أسئلة كثيرة، يقول: ما حكم من ترك الأضحية وهو قادر عليها؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد. فذبح الأضحية سنة مؤكدة عند جمهور أهل العلم، وذهب بعض العلماء إلى أنها واجبة، والصحيح أنها سنة مؤكدة بفعل النبي صلى الله عليه وسلم، حثه عليها، لأنها شعيرة من شعائر الإسلام، وفيها اقتداء بأبينا إبراهيم عليه الصلاة والسلام وبنبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فإنه ضحى صلى الله عليه وسلم عن نفسه وعن أهل بيته، وضحى كذلك عمن لم يضحي من أمة محمد. فالأضحية سنة ثابتة ومؤكدة، وليس على من تركها إثم، لأن السنة ما يثاب فاعلها ولا يعاقب تاركها، هذا هو الذي عليه جمهور أهل العلم. فإذا كان المسلم موسرا فلا ينبغي له أن يترك الأضحية، بل الأولى والأفضل في حقه والمتأكد في حقه أن يذبحها، وإن كان معسرا فهو معذور والحمد لله. نعم. يسمح لي فضيلة الدكتور أن أتطرق إلى موضوعات تتعلق بالأضحية، بما أن السؤال قد ورد حول ذلك. فيما يتعلق بمواصفات الأضحية، أيضا فيما يتعلق بالأضحية عن الميت أم عن الحي، هذه الأشياء أود أن تبسط القول فيها في مطلع هذه الحلقة دكتور صالح. أما صفات الأضحية فيشترط أن تكون قد بلغت السن المجزئة، يعني ولا يجزي من الظأن إلا ما تم له 6 أشهر وهو الجذع، ومن المعز ما تم له سنة كاملة 12 شهرا، ومن البقر ما تم له 2 سنين، ومن الإبل ما تم له 5 سنين، هذه السن المجزئة. وكذلك يشترط أن تكون الأضحية سليمة من العيوب، لأن لا تكون عرجة أو تكون مريضة بين مرضها، أو تكون عورة يعني فاقدة إحدى العينين. هذه أهم صفات الأضحية، أن تكون سليمة من العيوب المخلة بلحمها، أو العيوب التي تنقص جسمها، أو تخل بلحمها، أو تكون لم تبلغ السن المنصوص عليها، إن هذه لا تجوز في الأضاحي. نعم. والمشاهد فضيلة الدكتور أنه عندما يقدم عيد الأضحى، يتسارع الناس إلى الأضحية ويقولون: نحن نريد أن نضحي، فهل الأضحية عن الأحياء أم عن الأموات؟ وكذلك لا تجزي الأضحية الهزيلة، الأضحية الهزيلة التي لا تنقي، كما في الحديث الهزيلة التي لا تنقي، يعني لا يكون فيها شيء من الشحم أو من الدهن. وأما الأضحية عن الحي، هذا لا إشكال فيه، محل وفاق بين أهل العلم. وكذلك الأضحية عن الميت، أيضا لا إشكال فيها إن شاء الله، وأنها مشروعة لأنها قربة من القربات، لكن الأصل فيها وفيها أجر عظيم، والأموات تلحقهم أجور الصدقات وأجور الدعوات وأجور الطاعات التي يفعلها الأحياء من بعدهم، ومن ذلك الأضحية. وقد ضحى النبي صلى الله عليه وسلم عمن لم يضحي من أمة محمد، وهذا يشمل الأحياء والأموات. وكذلك ورد أن علي رضي الله عنه ضحى عن النبي صلى الله عليه وسلم بعد
وفاته. فالمسألة ولله الحمد واضحة، وإنما شكك فيها في هذا الزمان بعض طلبة العلم هداهم الله، وإلا كان الأمر واضحا لا إشكال فيه عند علمائنا والمفتى به في بلادنا، وكانت الوصايا للأموات في الأضاحي معلومة ولم يعترض عليها أي عالم من علماء هذه البلاد، والحمد لله. أما كيفية توزيع الأضحية دكتور؟ الأضحية كما جاء في الآثار أو الأحاديث أنها تجعل أثلاثا، يتصدق بثلثها على الفقراء والمحتاجين، ويهدي ثلثها لجيرانه وأصدقائه، ويأكل ثلثها في بيته، يجعلها أثلاثا، ثلثا يأكله في بيته مع أهله وأولاده، وثلث يهديه لأصدقائه ومعارفه، وثلث يتصدق به على الفقراء والمحتاجين، هذا هو الأفضل. ننتقل بعد هذا إلى رسالة من ميم عين عين عطبرة بالسودان، يقول: السادة برنامج نور على الدرب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل وهو ذاهب لليمن: لا يمس الكتاب إلا طاهر. هل قصد الرسول صلى الله عليه وسلم لا يمس القرآن الكافرون؟ لأن الله عز وجل قال: يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. لفظ الحديث: لا يمس القرآن إلا طاهر، كما هو في حديث عمرو بن حزم، في كتاب عمرو بن حزم الذي كتبه له رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان من جملته: لا يمس القرآن إلا طاهر، وهو كتاب مشهور تلقته الأمة بالقبول. والمراد بالطاهر هنا المتوضي الذي ليس عليه حدث أكبر ولا أصغر، كونوا متطهرا من الحدثين. المراد بالطاهر هنا المسلم المتطهر من الحدثين. وأما الكافر هذا من باب أولى، لا يجوز له أن يمكن من المصحف، لأنه لا يؤمن بالله عز وجل ولا يؤمن بالقرآن، فلا يمكن من القرآن. وقد جاء النهي عن السفر بالمصحف إلى أرض العدو لئلا يتمكنوا من إهانة المصحف، وإنما الذي جاء في القرآن أن الكافر يسمع القرآن، كما قال تعالى: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، فيدعى إلى الإسلام ويتلى عليه القرآن، يكون هذا من باب الدعوة. أما أنه يعطى المصحف أو يمكن من المصحف فهذا أمر لا يجوز حتى يسلم ويدخل في الإسلام ويكون متطهرا من الحدثين أصولك، فلا يمسه إلا المطهرون. وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم: لا يمس القرآن إلا طاهر. أما إذا مسه المسلم هو على غير طهارة من الحدثين، مسه من وراء حائل، فلا مانع من ذلك، إنما الكلام مسه مباشرة من غير حائل، هذا هو الذي لا يجوز إلا بعد الطهارة. يقول طبعا من ضمن الأسئلة وربما سؤاله الثاني أجيب عنه في هذه اللحظة: وإذا كان رجل كان يحمل مصحفا وهو في الطريق وعلى وضوء، وحصل أن انتقض وضوءه ولم يكن بجواره أحد على وضوء، ماذا يعمل؟ لا بأس بحمله ولو لم يكن على وضوء. قضية حمل المصحف من وراء حائل لا بأس بذلك ولو كان على غير وضوء. انتقل بعد هذا إلى واحدة من الرسائل التي جاءت لبرنامج نور على الدرب، يقول فيها المرسل: عندنا مسجد بني من القش، وجاءت مطرة شديدة يوم الجمعة، وعندما خرجنا إلى الصلاة لم نجد مكانا إلا خارج المسجد، وجاء الإمام فخطب وصلى، هل هذا العمل صحيح؟ لأن بعض الناس يقولون هذه الجمعة باطلة، وبعضهم يبطلون الجمعة إذا لم يتم العدد 12 شخصا، أفيدونا أفادكم الله. صلاة الجمعة بهذه الصورة صحيحة إن شاء الله، يجوز أن تقام الجمعة خارج المسجد، ولهذا يقول الفقهاء رحمهم الله: وتصح فيما قارب البنيان من الصحراء. إذا كان المصلون صلوا الجمعة خارج المسجد إن صلاتهم صحيحة، لا يشترط أن تقام في المسجد، ولا سيما إذا كان المسجد كما ذكره السائل قد أصابه المطر وأصبح لا يصلح لإقامة الصلاة فيه، فلا بأس أن يصلوها خارج المسجد في المكان الذي يأمنون فيه على أنفسهم. وأما العدد فالصحيح أنه لا يشترط للجمعة عدد معين، فتصح ولو كان العدد قليلا إذا توفرت شروط إقامة صلاة الجمعة. أنتقل بعد هذا إلى جزئية في رسالة للأخ الكريم المرسل بهذه الرسالة التي له سؤاله السابق فيها، يقول: بعد أن ندفن الميت نقف نحن عند القبر ونسأل الله سبحانه وتعالى له المغفرة والرحمة، حيث نرفع الأيادي جميعا، أحدنا يجهر بالدعاء والآخرون يؤمنون، أفيدونا في هذا الأمر، هل يكون بدعة أم هو أمر صحيح؟
الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك أنه إذا دفن الميت وفرغوا من دفنه أنهم يقفون على قبره ويستغفرون له ويسألون له التثبيت. قال صلى الله عليه وسلم: استغفروا لأخيكم واسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل. ولا يكون هذا بصوت جماعي أو أن واحدا يدعو والبقية يؤمنون، هذا ليس مشروعا، وإنما المشروع أن يدعو كل واحد من الحاضرين للميت بنفسه، يدعو له من غير ارتباط بصوت جماعي أو متابعة لداع واحد وهم يؤمنون، هذا كله خلاف الدليل. نعم. لعل من المناسب فضيلة الدكتور صالح أن نسأل أيضا عن سؤال يتعلق بالميت بعد دفنه. أولئك الذين يصلون إلى المقبرة بعد أن يدفن الميت، نسأل الله سبحانه وتعالى له الرحمة، هل ما كيفية الصلاة على الميت بعد دفنه في المقبرة؟ إذا فاتت المسلم الصلاة على أخيه قبل الدفن فإنه يصلي على قبره، صلي على قبره كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه صلى الله عليه وسلم صلى على بعض القبور بعد دفنها، وذلك كما في قصة المرأة السوداء التي كانت تقوم المسجد ففقدها النبي صلى الله عليه وسلم وسأل عنها، قالوا إنها ماتت ليلا ودفنت، فأمر صلى الله عليه وسلم من يدله على قبرها وذهب إليه وصلى على القبر عليه الصلاة والسلام. وكذلك في مرة أخرى انتهى إلى قبر رطب، يعني حديث الدفن، فصلى على القبر عليه الصلاة والسلام، وصفة ذلك أن يجعل القبر بينه وبين القبلة وأن يصلي عليه كما يصلي على الجنازة تماما. نعم. بلغ أناس فقد صديق أو قريب أو محب، فماذا يعملون فيما يتعلق بصلاة الغائب أو بالصلاة على الغائب؟ نعم. الصحيح أن صلاة الغائب أو الصلاة على الغائب لا تشرع إلا في حق من له مقام في الإسلام، كالمجاهدين في سبيل الله والقادة المجاهدين في سبيل الله وولاة الأمور الذين لهم دور في الإسلام والعلماء، فمن له قدم في الإسلام فإن من كان بعيدا عن البلد الذي مات فيه يصلي عليه صلاة الغائب، كما صلى النبي صلى الله عليه وسلم على النجاشي ملك الحبشة لما مات، أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أو علم بذلك عن طريق الوحي فصلى عليه، خرج بأصحابه وصلى عليه صلاة الغائب، لأن النجاشي رحمه الله له مقام في الإسلام، وكذلك كل من له مقام في الإسلام صلى عليه صلاة الغائب لمن كان بعيدا عنه، أما من كان في البلد الذي مات فيه فإنه يصلي على جنازته إن أدركه قبل الدفن، وإن دفن قبل أن يدركه فإنه يصلي على قبره كما سبق. نعم. المرسل ميم صاد بعث برسالة ضمنها أيضا سؤالا يتعلق بموضوع الزكاة، يقول: رجل عنده عيش مر عليه الحول وهو تام النصاب، هل يخرج منه الزكاة علما أنه أعطى حقه يوم حصاده؟ إذا كان قد ادخر هذه الحبوب للاقتيات وزكاها عند الحصاد فإن هذا يكفي، ولو حال عليه الحول مرة ثانية ما دام أنه قد ادخرها للقوت والأكل منها، ولو مرت عليها سنين عديدة تكفي الزكاة الأولى. نعم. إنما الذي يزكى ما عرض للتجارة، كل ما حال عليه الحول الذي معد للتجارة وطلب الربح بثمنه هذا هو الذي يزكى كل ما حال عليه الحول. نعم. رجل عنده 5 من الإبل ولم يملك غيرها، مر عليه الحول يريد إخراج الزكاة حيث إذا باع نقص المال، فماذا يفعل؟ إذا كانت هذه الإبل معدة للقنية الدر والنسل، وكانت ترعى من البر، يعني من الكلأ المباح، ترعى أكثر الحول، إنها تجب فيها الزكاة، وهي ما تسمى بالسائمة يعني الراعية. نعم. التي ترعى أكثر الحول. والخمس من الإبل فيها شاة يشتري شاة ويخرجها عنها، لا يخرج من الإبل نفسها. نعم. وإنما يخرج عنها شاة واحدة. نعم. ويكون بذلك قد أدى زكاتها، هذا هو الواجب. نعم. هذا هو الواجب، كل 5 من الإبل شاة. نعم. رجل أراد أن يسافر في رمضان حيث بيت نية الفطر، وعندما أصبح لم يوفق في السفر سواء كان عدم الدراية أو من مرض، حيث واصل صومه، فماذا يترتب عليه؟ الصائم إذا أراد السفر لا يفطر حتى يخرج من البلد، حتى يخرج من البلد قاصدا الجهة التي يريد السفر إليها، أما ما دام في بيته أو داخل البلد فإنه يجب عليه الصيام، لأنه لم يشرع في السفر بعد، السفر إنما يبدأ من خروجه من البلد. يعني الفطر يبدأ به بعد السفر، بعد خروجه من البلد مسافرا. نعم. إيه نعم. أما ما دام داخل البلد فإنه لا يفطر لأنه لا يزال حاضرا. نعم. ننتقل إلى رسالة من
المستمع فاروق علي عثمان ومن عبد الله الطيب بعث برسالة ضمنها بعض الأسئلة. يقول: إذا كان الرجل الكبير وهو رب الأسرة كان له أملاك كثيرة أجبرته الظروف المادية لبيع هذه الممتلكات، هل يجوز له البيع أم لأبنائه السلطة في منعه؟ وهل هذه الممتلكات ملك له أم لأولاده؟ نرجو الإفادة في ذلك. ما دام الإنسان على قيد الحياة وهو سليم في عقله جائز التصرف، فإنه ليس لأحد الحجر عليه في أملاكه، لا أولاده ولا غيرهم، بل له أن يبيع ما شاء منها وأن يبقي ما شاء منها، إلا في حالة الإفلاس. إذا كان عليه ديون وما عنده أقل مما عليه من الديون وطالب الغرماء بالحجر عليه، فإنه يحجر عليه لأجل حظ الغرماء بأمر القاضي، يحجر عليه بأمر القاضي. أما ما دام أنه ليس مفلسا وأيضا هو سليم في عقله، سليم التصرف، فإن أملاكه تكون تحت تصرفه، وليس لأحد حق الاعتراض عليه، لا من أولاده ولا من غيره، إلا في حالة مرض الموت المخوف. إذا الإنسان وصل إلى مرض الموت المخوف فهنا لا يتصرف في ماله، يمنع من التصرف في ماله، لأنه يضر بالورثة. أما ما دام على قيد الحياة وفي حالة الصحة أو في مرض غير مخوف وهو سليم في عقله وفي تصرفه ولم يحجر عليه القاضي، فله أن يبيع وأن يشتري، وليس لأحد حق الاعتراض عليه. نرجو من فضيلة الدكتور صالح الفوزان أن يذكر لنا كيفية الرقية الشرعية في الإسلام، وهل هناك دليل على ذلك، وما قصة رقية النبي صلى الله عليه وسلم، وما الدعاء الذي يقوله المريض في حال المرض؟ الرقية في الإسلام مشروعة، وهي القراءة على المريض من كتاب الله عز وجل ومن الأدعية المشروعة، ولا سيما فاتحة القرآن، إنها أعظم رقية. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رقى المريض، وأنه رقي صلى الله عليه وسلم، رقاه جبريل عليه الصلاة والسلام. الرقية ثابتة في السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهي القراءة على المريض، يقرأ من القرآن وينفث على المريض على موضع الألم، وكذلك يدعو بالأدعية الشرعية له بالشفاء والعافية وينفث عليه، كما جاءت بذلك الأدلة. هذه هي الرقية الشرعية، وهي من أنفع الأدوية وأعظمها إذا صحت نية الراقي والمرقي. إذا صحت نيتهما واعتقد أن في القرآن شفاء للمرض فإنه يشفي بإذن الله. نعم. هو يقول أيضا: وما كيفية رقية النبي صلى الله عليه وسلم لمريض من الدعاء أو في الأدعية المشروعة؟ كما ذكرنا أنه يقرأ من القرآن، وأحسن وأعظم الرقى قراءة الفاتحة. يعني يقرأ الفاتحة وينفث عليه. قد جاء في الحديث أن جماعة من الصحابة مروا بحي من أحياء العرب، وقد لدغ كبيرهم، وهذا الحي أبى أن يضيف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولدغ كبيرهم، فجاءوا إلى الصحابة يطلبون الرقية لكبيرهم، قالوا: إننا استضفناكم فلم تضيفونا، فلا نرقي إلا بجعل، يعني بمال. فشارطوهم على قطيع من الغنم، فقام أحد الصحابة وقرأ على اللديغ سورة الفاتحة، ثم قام اللديغ كأنما نشط من عقال، ثم أخذوا القطيع وقدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأقرهم على ذلك، وقال: إن حق ما أخلتم عليه أجرا كتاب الله. أقرهم على ذلك عليه الصلاة والسلام. فالرقية من القرآن أو من الأدعية الشرعية تنفع بإذن الله من لدغة العقرب والحية ومن الأمراض كلها. نعم، هذا ما اتسع به وقت هذه الحلقة لطرح أسئلتكم واستفساراتكم على فضيلة الدكتور صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء، عضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء. ونتمنى من الله سبحانه وتعالى أن نجتمع مع فضيلته دوما على الخير، ولنا عودة إن شاء الله لرسالة الأخ فاروق علي عثمان وعبد الله الطيب لإكمال ما تبقى من الرسالة المطولة. وكنت قد قلت في حلقات مضت إن الأسئلة التي تقدم لبرنامج نور على الدرب اشترط فيها أن تكون واضحة وأن تكون مختصرة حتى تعم الفائدة للمستمعين.